زمن ذا يكفي الصمت والخجل ويكفي نظر في غير من الله شرعه ويكفي ندم على الوقت اللي راح وانتقل الى رحمة الله واصبح القبر موضعه علينا بحاضرنا نداويه من علل. اتتنا على عدة مظاهر منوعة اسف في اسف ما شفت حد صاح او زمل على مظهر اغبر من دخل فيه ضيعة. كنا نشاء في بلاد الكفر واليوم بالدبل بداخل مناطقنا نشوفه ونسمعه. شلل نستعيذ الله من خسها شلل، شلل نستجير الله من ما بتصنعه. شلل للأسف في أمرها سايبة همل، شلل كل ما مثيلها ابليس تتبعه. قلنا ونضرب لكم على الشله الصاعدة مثل أخذته من الواقع، حقائق موقعة بأحد المواقف صار ما بيننا جدل. أنا ويت واحد عن حياته ومطمعه، سألته صلاتك قال لي سبتها كسل، سألته وذنبك قال مولاك يشفعه، سألته بر الأم والأب هل وهل بما يأمرونك فيه دايم تطاوعه. فقال إنني شبيت بالعقل يكتمل وشوري براسي ما بي الناس تقطعه. سألته وشغلك قال من فلس اشتغل وانا عاد بي لو لي طلب ما يرجعه، وعاد اخوتي يشرون لي احسن البدل بناطي لابو فحطه وشمز وقبعه. سألته وشغلك قال من فلس اشتغل وانا عاد بي لو لي طلب ما يرجعه، وعاد اخوتي يشرون لي احسن البدل بناطي لابو فحطه وشمز وقبعه. وجوال عندي خاص للفن والغزل وفيه الاغاني بحل اصوات مشجعه، وفيه الصور ذي تظهر الجسم والفصل صور عارية عندي خليعة مشغلعة. قال وعاد الرسائل فيه من أحلى الجمل، جمل خاصة بين الشباب المدلعة. قال وعاد الرسائل فيه من أحلى الجمل، جمل خاصة بين الشباب المدلعة. سألته تخزن قال لي رطل على الأغل. معي مولعة للغات يا خس مولعة بخزن، ولكن لا رداعي ولا غطل بخضقات مضوى الخاص من خير مزرعة. قال ودكاتي بالحيد وحيان بالسيل، أنا ويت شله عادها خس وقبعه بشرب السجارة علموني على مهل، وذا الحين مدمن صعب على النفس تغلعه. غنا سألته بشوفك شخص عاله بلا عمل أمانه وحق الغات من وين تدفعه؟ غنا سألته بشوفك شخص عاله بلا عمل أمانه وحق الغات من وين تدفعه؟ وحق البطايق والسجارة. فقال خل من أمي ضماري صرف يومي بطلعه، ولا ما عطتني بسلح الواد والجبل بطوف ولا طرح طين من دون مجزعه. سألته بتسرق قال بهجم على عجل، يسمونه هجوم مش سرقة حقا. سألته بتسرق قال بهجم على عجل، وذي بقطفها بطويه في وسط مدرعه نغطي فضايحنا على الناس بالحيل، خطط او معاذر او بضحكه وقعكعه. قالوا لما عدن ما تسمع الا طلع نزل عدن يا حلاها واسمها اه مروعه عاد بيتلذذ لما بيسمع. قالوا لما عدن ما تسمع الا ضلع نزل عدن يا حلاها واسمها اه مروعه. قال بهان التمس حاجات للريف ما تصل، هناك الدلع اصله وساسه ومنبعه. قال بنسكم فنادقها على فلام ما تمل، وندخل مراغصها بهيصه وقنزعه، ونمشي على كورنيشها مشيت الحفل ورا كل فتاله رخيصه مبرقعه. قلنا فقلت اسالك بالله راضي بذا العمل؟ فقال التطور طور افكارنا معه. فقلت اسالك بالله راضي بذا العمل؟ فقال التطور طور افكارنا معه. قلنا غبوني على شبان كانوا لنا امل، خذوا بالادب والعز ذله ومصيعه. اسف وينهم من شندفه خيره العول؟ شباب الادب والطيب والعز والسعه، تشوف النفر منهم معه اردئ الحلل، فنيله عمل لا جنب فوطه مقطعه، ولكن اصيل الطبع ما عمرها ابتذل، كما الصخر موجات الزمن ما تزعزعه. قلنا في يا كل راعي شفت في حسبتك خلل، في دفتر حسابك صار لازم تراجعه، من اهمالك اللي صار يكفيك ما حصل، اذا كان ضرب ضرب، وذا جمع في جمعه، وذا كان بالطرح اطرحه لين يعتدل، وذا قسمه قسم اربعه قسمت. أربعة والسلام عليكم.